أثار خبر زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الممثلة الشابة شيري عادل جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق لمعز الزواج من المرشدة السياحية المعروفة بسنت نور الدين، وعلق الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على فارق السن بين معز مسعود وشيري عادل، حيث أن عمر الأول تجاوز 40 عاما بينما لم يتعدى عمر شيري عادل 30 عاما. دي صورة شيري عادل. كما نشرت المصورة الفوتوغرافية لميس أحمد عبر حسابها على موقع انستجرام مجموعة صور للداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل خلال تصويرها لهما يوم حفل زفافهما، كانوا متصورين بظهره، بس هي هتقول السبب بعد كده. ولم يظهر وجه الاثنين في الصور، ولكن التقطت الصور لهما من الخلف، وعلقت المصورة قائلة ألف مبروك. في ناس علقت قالت احنا كده استفدنا ايه لما تصوريهم من ظهرهم، خدنا ايه من ديل الفستان يعني. فهي قالت: وتلقت لميس العديد من التعليقات على الصور، والتي تساءلت عن سبب عدم إظهارها لوجه العروسين، فأجابت أنها بمجرد أن تنتهي من ضبط جلسة التصوير الخاصة بمعز مسعود وشيري عادل ستشاركها مع متابعيها على صفحتها. ودي صورتها مع لميس المصورة الفوتوغرافية. من ناحية أخرى، علقت المرشدة السياحية بسنت نور الدين طليقة الداعية معز مسعود على خبر زواجه من الفنانة شيري عادل. دي بسنت نور الدين، دي شيري عادل مع معز، وشيري عادل مع لميس. فجاءت كلماتها غير متوقعة عند سؤالها عن الأمر، وعلقت بسنت نور الدين على زواج طليقها معز مسعود لتقول: دعونا نتحدث عن شيء أكثر أهمية كوصول كرواتيا لكأس العالم، فهو حدث لا يتكرر كثيرا بحسب تصريحها للوطن. ومن المعروف أن بسنت نور الدين تزوجت من الداعية معز مسعود لمدة لا تتعدى 6 أشهر، وانفصلت عنه في شهر مارس الماضي رافضة أن تتحدث عن سبب طلاقها منه، ولكنها اكتفت بعبارة: الأشياء لا تبدو لنا كما نتمنى، دون أن تكشف عن أي تفاصيل تخص الأمر. كما أعلنت والدة بسنت نور الدين من جانبها أن انفصال ابنتها من معز مسعود تم بكل رضا وتفاهم، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الداعية مع إعلان انفصاله عن ابنتها، حيث انتقده البعض بسبب طلاقه السريع. دي صورة معز مسعود.